هذا وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن مملكة البحرين والجمهورية التونسية ترتبطان بعلاقات أخوية متينة تقوم على التواصل والمحبة والتقدير، وذلك بين قيادتي وشعبين البلدين الشقيقين، وأن هذه العلاقات الوثيقة تشهد على الدوام المزيد من التطور في شتى المجالات بفضل الرغبة والعمل المشترك لدفع التعاون الثنائي قدما للأمام وتعزيز التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك في افتتاح الدورة السادسة للجنة البحرينية التونسية المشتركة والتي عقدت أعمالها اليوم في تونس برئاسة وزير الخارجية وأخيه معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأضاف معالي وزير الخارجية أن لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية خلال الزيارة الميمونة التي قام بها فخامته إلى مملكة البحرين يناير الماضي، كان له بالغ الأثر في منح المزيد من الزخم والدعم للعلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو مزيد من التقدم والنماء. وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة هو دليل على نهج قيادتي البلدين وحرصهما المشترك والدائم على توطيد وتثبيت أسس التعاون المشترك، وخطوة مهمة باتجاه دفع العلاقات البحرينية التونسية نحو آفاق مستقبلية أرحب لتعزيز مساعي التنمية والرخاء، وأن الاستمرار في عقد هذه الاجتماعات الأخوية يسهم في تعزيز التكاتف العربي وتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية وتفرض العمل الدؤوب والتنسيق الجاد سواء بشكل ثنائي أو جماعي، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم للشعوب العربية. وجدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لتونس في مسيرتها التنموية ولكل الجهود والإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، منوها معالي بنجاح عملية الانتقال السياسي في تونس وتجربتها الديمقراطية الرائدة. من جانبه رحب معالي السيد خميس الجهناوي بمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق في بلدهم تونس، مؤكدا أن اللجنة البحرينية التونسية المشتركة تعبر عن العزم الصادق في المضي بالعلاقات قدما للأمام في جميع المجالات، منوها بالنتائج المهمة للقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي بالمنامة شهر يناير الماضي، ومثمنا وقوف مملكة البحرين إلى جانب تونس في مسيرتها السياسية والاقتصادية. كما أشاد معالي السيد خميس الجهناوي بما تحققه مملكة البحرين من تقدم ونجاحات ملموسة على المستويات كافة بفضل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى، مشددا على موقف تونس الثابت والداعم لمملكة البحرين ضد أي تدخلات في شؤونها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وخلال الدورة السادسة للجنة المشتركة البحرينية التونسية تم التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حيوية كالصناعة والزراعة والثقافة والإعلام، وأيضا في مجالات الطاقة والشباب والرياضة والتربية والشؤون الدينية والتنمية والتخطيط العمراني والجمارك. هذا وقد وصل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إلى الجمهورية التونسية صباح اليوم في زيارة رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه أخيه معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية.